ما نزل بلاء إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فواجب على الجميع رعية ورعاية، حكاما ومحكومين، أن يعودوا إلى الله عز وجل بقدر ما يضعف التوحيد، بقدر ما يضعف الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبقدر ما يضعف التوحيد بكثرة الذنوب، بقدر ما يضعف الأمن، وبقدر ما تترك الذنوب ويطاع الله عز وجل، بقدر ما يقوى التوحيد وبالتالي يقوى الأمن. تأملوا إلى أول هذه الآية وإلى آخرها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لما؟ هذه علة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأمل صدر الآية وتأمل آخر الآية، الإيمان والعمل الصالح، وفي النهاية ذكر العبادة. الذنوب لا تأتي بخير، مصائبنا تترى في هذه الأيام بسبب الذنوب. أين الدولة الأموية التي كانت قوية؟ سقطت في أواخر حياتها، السبب الذنوب. أين الدولة العباسية التي كان يقول الخليفة فيها: يا سحابة امطري هنا أو هناك، امطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. أين هي؟ لما فعلت الذنوب أتاها التتر، وحاصروها في العراق، حاصروا بغداد، وكان الخليفة آنذاك ترقص عنده جارية، فرموا بسهم فقتلوا الجارية وقتلوا الخليفة وقتلوا ابنه الأكبر والأوسط وأسروا ابنه الأصغر وأسروا أخواته الثلاث. سقطت بغداد، السبب الذنوب الذي جرى فيها. سقطت حلب، توجه التتر إلى الشام فسقطت حلب بعد أن حاصروها أسبوعا فنزلوا على الأمان، لكن التتر غدروا بالمسلمين فسقطت دمشق. ماذا يقول ابن كثير في البداية؟ يقول: إذا بحلب كأنها حمار أجرب، سفكت دماء المسلمين، فسال الدم 40 يوما في الطرقات وفي المساجد، وشربت الخمور ورشت الخمور في وجوه المسلمين، واختفى بعض المسلمين في الآبار وفي أماكن القاذورات، ورفع الصليب وأجبر الناس على أن يقوموا للصليب متى ما مروا به، فخرج من خرج، ابن الأثير في كامله، قال: ترددت أن أكتب، أقدم رجلا وأؤخر أخرى، لما جرى على المسلمين ما جرى. قال رحمه الله: لو قيل إن المسلمين آنذاك، أو أن الناس لم يجري عليهم، أو لن يمر عليهم مثل ما مر على المسلمين ذلك الوقت، كان صادقا، ولربما لا يأتي مثل هذا الزمن إلى أن تنقضي الدنيا حتى تنتهي هذه الدنيا إلا من فتنة يأجوج ومأجوج. فخرج من خرج، وقد أنكر بعضهم بعضا، فتفانوا جميعا وهلكوا. حتى كان يقول رحمه الله: من الخزي، لأن الإنسان إذا ابتعد عن السنة. ماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها هلك. هذه السنة. فكان أحد التتر يقول للمسلم: ضع رأسك على الحجر، ثم يقول للآخر: خذ الحجر ودق رأس أخيك، فيدق. ذهبت العقول. فلنتق الله عز وجل، والله إنه يراد لهذه البلد بشر، ومتى ما طعن في ولاة أمرها فإنه شر. وليعلم أن الخروج على الولاة ليس محصورا على رفع السلاح، لا، بالكلام هو خروج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم قسمة، فقام رجل فقال: إن هذه قسمة ما عدل فيها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. الخوارج، ولن يستفيد من نزعة الخوارج إلا الروافض. لما خرجت الخوارج على عثمان، من الذي استغلها؟ الروافض.